خلال المعرض التجاري الدولي الثاني في جيبوتي أتيحت لنا الفرصة وحظينا بالمشاركة في هذا المعرض للمرة الثانية، لأننا شاركنا في المعرض التجاري الدولي الأولي. ما شاء الله. كيف شعورك؟ ما شاء الله تبارك الله، جيبوتي في تقدم مستمر وفي ازدهار كل سنة عن الأخرى. نحن شاركنا محل سهيل للعسل والأعشاب، عندنا أنواع كثيرة من العسل شاركنا فيها في هذا المعرض، عسل يمني أنواع كاملة شاركنا فيها، من السدر الدعني إلى السلام إلى السمر إلى كل الأنواع اليمنية موجودة شاركنا فيها. هناك أيضا كثير من الزيوت، زيت الخروع الأصلي، نعم زيوت طبيعية، الخروع الأصلي، القرنفل، الحلبة، جميع تقريبا معظم أنواع الزيوت شاركنا فيها. هناك أيضا موجود معنا، شاركنا بخلطات طبيعية ناتشورال، خلطات مع العسل، يعني كلها أشياء طبيعية للشعر، للوجه، للجسم، كثير من الأشياء من الخلطات الموجودة متوفرة ووفرناها في من خلال هذا المعرض. ويسعدنا كثير أن شاركنا، وكمان شكرا لكم أنكم أتحتم لنا فرصة.